من السفاين والعباب وراها. يا عمان يا عمان يا اسم عشقنا ويا بلادا حرة. كان وفيا للأغنية العمانية فحلق بها بعيدا خارج حدود الوطن، منطلقا من إيمانه بأصالة وتاريخ الفن العماني وقدراته على التجديد الفني، فأصبح أحد أهم أركان الأغنية العمانية، واضعا بصمته الخاصة التي يعرف بها. فعندما نتحدث عن الفن فنحن نتحدث عن سالم علي سعيد. سلها عن الأجداد، عن أمة ترتاد في عالم الأمجاد فالدهر شاهد. استطاع الفنان سالم علي سعيد خلال فترة قياسية أن يفرض اسمه على الساحة الفنية المحلية والخليجية، فشارك في العديد من المناسبات المحلية والخليجية والعربية، فكان خير سفير للأغنية العمانية وملهم عشاق الكلمة الراقية واللحن الأصيل، حتى أصبحت أغانيه تتردد في كل مكان، فالقلوب تتلذذ بأنغامه والآذان تطرب لصوته قائلة هل من مزيد؟ الفنان سالم علي سعيد شغوفا بالفن والموسيقى منذ الصغر، الأمر الذي مكنه من التميز والتألق، لتبدأ علاقته مع الفن مبكرا متغنيا بحب الوطن بقصائد عذبة لكبار الشعراء. رحل سفير الأغنية العمانية وقيثارة اللحن الوطني، غيبه الموت بعد صراع مرير مع المرض، تاركا خلفه إرثا غنيا عظيما في ذاكرة الغناء العماني، تمثل في أكثر من 200 أغنية ما بين وطنية وعاطفية. أضعت فيك الحب والإخلاص وعشق الشباب. سيظل صداها عالقا في ذاكرة كل عاشق للكلمة العذبة والصوت الجميل. قابوس 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 ذو القلب الكبير. إذن مشاهدينا، كان رحمه الله وفيا لوطنه، حلق بالأغنية العمانية إلى سماوات الإبداع محليا وخليجيا، قدم خلال مسيرة أكثر من 200 أغنية، شكل حضور لافت للأغنية العمانية على مستوى المنطقة. تفاصيل أكثر حول هذه المسيرة الحافلة مشاهدينا برفقة مع مجموعة من الفنانين والشعراء الذين تعاونوا معه رحمه الله. نرحب باسمكم مشاهدينا عبر اتصال هاتفي بالفنان أحمد مبارك غدير. أهلا بك أحمد، حياك الله في برنامج من عمان، أعظم الله أجركم. البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. وسالم بن علي نقيصة الكل، والعزاء عزاء لكل عماني، دخلت بيته وصوت سالم بن علي الوطني والعاطفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يتغمده بوسع رحمته يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. احنا رح نتحدث معك بإذن الله في الدقائق القادمة حول هذه المسيرة اللافتة. مشاهدينا أيضا معنا عبر الهاتف الشاعر حامد الحمر، أهلا بك حامد. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. في البداية أحب أن أعزي أنفسنا أبناء عمان في فقيد الوطن وصوت عمان الراحل الذي وأن رحل عن الدنيا
لن يرحل عن قلوبنا رحمه الله. يعني أستاذ أحمد، البداية معك، مثل الراحل وشكل بداية للأغنية العمانية عام 1974، نقول في البدايات كيف شكل الراحل الأغنية العمانية بتفاصيلها المختلفة؟ رحمه الله وأسكنه في سياح جناته أبو هشام، طبعا من مواكبين النهضة المباركة، يعني قتالا وفنا كان مقاتل في صفوف قوات الفرق، ومن ثم إلى وزارة الإعلام، وأنتهج النهج الفني الذي نحن الآن بصدد الحديث عنه. سالم بن علي لم يكن فنان، وإنما كان إنسان قبل لا يكون فنان، بأخلاقه، بتسامحه، بأيضا عشقه للفن. فالإرث التاريخي الذي أيضا خلفه لنا سالم بن علي، هذا إرث لنا وللأجيال القادمة، وسيبقى تاريخ تتغنى فيه الأجيال القادمة على مر العصور. وبالتأكيد سالم بن علي تنوع في كثير من العطايا الفنية، سواء كان الجانب العاطفي أو الجانب الوطني. وعرف سالم بن علي بوطنيته، عرف أيضا بمحبته أيضا لسلطانه ولشعبه ولحكومته. هذه سمة يتصب بها كل فنان عماني، لأن هذه من ميزات النهضة المباركة التي تعلمناها أيضا على أيادي مولانا احفظه الله ورعاه. نعم، يعني بالإضافة إلى ما ذكرته أحمد، يعني يعتبر الفنان الراحل سالم علي سعيد هو من أوائل من استخدم تقنية الفيديو كليب. لو نتحدث ونشير إلى هذه النقطة معك حامد، يعني كيف استطاع رحمه الله أن يجمع بين روعة الكلمة واللحن وجمال المشهد أيضا في البدايات؟ أختي بيان، مثل ما تفضل الأستاذ أبو عدنان، سالم بن علي ما قبل 94 هو من أوائل من لبوا نداء الوطن وحمل السلاح مع قوات الفرق الباسلة أيام الثورة في ذلك الوقت، ومن ثم في 94 لبى نداء الوطن بالكلمة وحمل الكلمة إلى ربوع عمان كاملة وإلى أبعد مدى. وأيضا من خلال التجربة، سالم بن علي من أوائل الفنانين على مستوى العالم وليس الوطن العربي من أنتج أغنية فيديو كليب، وهي عش سعيد وموجودة في مكتب التلفزيون سلطنة عمان. وأبو هشام أيضا فنان شامل، فهو ملحن ومطرب وعازف، واعتمد في أغانيه على الكوبليهات. كانت الأغنية في عمان مختصرة على اللحن الواحد، وإنما سالم بن علي طور الأغنية العمانية وذهب بها إلى دول الخليج والعرب وإلى أبعد مدى. فهي سالم، عندما تتحدث عن سالم بن علي، وهو من طور الأغنية العمانية في بداية السبعينات إلى الأغنية الحديثة العمانية. نعم، جميل. يعني أنا أعود إلى كلمة ذكرتها الأخ أحمد، ذكرت أنه كان إنسانا أيضا بالإضافة إلى كونه فنان مختلف، يعني جانب الإنساني هنا، كيف استطاع الراحل أن يبرز الملحنين والشعراء العمانيين خلال مسيرته؟ رحمه الله وأسكنه في سيح جناته، أبو هشام لما قلت إنسان أولا بتواضعه وحبته في كل من حواليه. سالم بن علي لم يكن في يوم من الأيام يغلق بيتي. نعم، ممكن يجيه واحد من أطراف الشمال أو من أطراف الجنوب يدق عليه الباب، سواء لحاجة أو لعشقا في فنه، فيفتح عليه الباب بسعة صدر، وممكن أن يعزف له ويغني. هذه الإنسانية، يعني ما في هناك علو، يعني وأنت تعلمون في العالم الآخر لما واحد يوصل مكانة سالم بن علي من الصعوبة جدا المواطن العادي أن يلتقي فيه. لا، سالم بن علي لم تكن هناك في حواجز يعني تمنع أي مواطن من دق بيته والجلوس مع سالم بن علي أينما كان. فلذلك نقول إنسانية، أيضا عنده العطف على المحتاج، عنده العطف أيضا على الأهل، على السمة اللي الإنسانية تنطبق على سالم بن علي بكل معنى الكلمة. جميل. يعني الشاعر حامد، أيضا أنت لك تعاون مع الفنان الراحل، حدثنا عن هذا التعاون والتعامل أيضا الإنساني هنا. والله الفنان سالم بن علي تعامل مع الكثير من الشعراء والفنانين العمانيين، وأيضا سالم بن علي أخذ بأيدي الكثير من الشعراء اليوم معروفين على مستوى الساحة الشعرية، وأنا تعاملت مع سواء في أغاني وطنية أو عاطفية. ولكن سالم بن علي له ذكرى مع نوفمبر. سالم بن علي منذ عام 1974 لم يترك مناسبة وطنية إلا وشارك فيها إلى يومنا هذه،
وسبحان الله ومن المصادفة أنه يتوفى في نوفمبر. هذا دليل على مصداقية هذا الرجل ومشاعره تجاه وطنه. أنا تعاملت معه في المجد مجدك سيدي أغنية وطنية، وتعاملت معه في أغاني عاطفية برد ومطر وغيرها. وسالم بن علي هو لمن السفاين، وسالم بن علي هو أنا العماني الوفا طبعي أصيل وعالي شاني. مهما تكلمنا عن هذا الرجل الوفي مثل ما تفضل أبو عدنان، هو الإنسان المتواضع الكريم الطيب المحب لوطنه وسلطانه، يعني عليها رحمة الله. نسأل الله أن يغمد روحه الجنة. أنا أشكركم يعني على انضمامكم معنا في هذه المداخلة. شكرا الفنان أحمد مبارك غدير والشاعر حامد الحمر على هذا الانضمام للحديث أكثر حول مسيرة الراحل سالم علي السعيد. مشاهدينا يعني مسيرة فنية حافلة بالعديد من العطاءات الوطنية وأيضا عطاءات عاطفية وصلت الأغنية العمانية من خلال سالم علي السعيد رحمه الله إلى الوطن العربي. مشاهدينا نتابع دائما